سيدنا مستر صبر عطيه، نحبكم طلاب اي جي ماس ادكسل في 1 شابتر 5. تكون يا حبيبي فاميليار بالنسبه لك. نكون نتكلم على ستريت لاين، انا اخذ جريدينت ستريت لاين، انا اخذ اكويجن في ستريت لاين، انا اخذ بارل اند بيكلر في ستريت لاينز اند لينكس اند اريا. نكون يعني حاجه سهله ان شاء الله. عندنا ذا جريدينت، انت اخذته في الاوليفل يا حبيبي، ما فيش جديد فيه والله، يعني مش هنتكلم في حاجه جديده. جريدينت ايكوال واي 2 ماينس واي 1 اكس 2 ماينس x1. لو حد قلت لي ان جريديان هو y1 ماينس y2 x1 ماينس x2 سليم 100%، مش مشاكل خالص يا حبايبي. شوف اكزامبل يا حبايبي بيج 87، عندنا 3 بوينتس a b و c. فبقول لي بطل بروف ان هم كولينير. يعني ايه كولينير؟ قال لي يعني 3 بوينتس ان سيم ستريت لاين. وانا يا حبايبي لو جبت جريديان اوف a b هقول 4a ماينس 5a 0 ماينس نيجاتيف 2a، هيبقى 4 ماينس 5 نيجاتيف a اوفر 2a حبايبي، بلس a يبقى نيجاتيف 5. لو جبت يا حبايبي جريدينت بي سي قول يا حبايبي a ماينس 4a اوفر 6a ماينس 0، a ماينس 4a يبقى نيجاتيف 3a، 6a ماينس 0 6a حبايبي بلس a تطلع معانا نيجاتيف 5. يبقى حبايبي كل الانجريدينت اوف a b هو ذا سيم انجريدينت اوف بي سي، يبقى فور شور a b and c ار كلينير اور ذا سيم ستريت لاين. يا حبايبي نشوف بوين تاني يا حبايبي، اوبشن في ستريت لاين. عندنا تو فورمز يا حبايبي، وتو فورمز موجودين في الكتاب بتاعنا، ونكمل ونكون بيني وبينك يعني بشتغل بفورم واحده بس، الاثنين موجودين في البوك بتاعنا في 1. فيرست فورم اللي هي زي ما شايف حضرتك كده، اللي هي واي ايكوال ام اكس بلس بي، من الام دي هي جريدينت، من البي وانترسبت. يعني وانترسبت يا حبايب الكل؟ يعني حبايب قلبي لو رسمنا اللاين دي حبايب قلبي كروس الواي اكسس في البوينت دي، يعني لو دي 5 يا رجاله يبقى عند البوينت 5 فوق كده، اللي بتاعنا رسمنا كده يبقى عند 5، فاهمني؟ طب لو دي نيجاتيف 5 يبقى عند داون بار في الواي اكسس، ماشي حبايبي؟ طيب ده فيرست فورم يا حبايبي، يبقى واي ايكوال ام اكس بلس بي، اللي البعض بيحب يسميها جريديان وانترسبت فورم، كلام جميل قوي. سكند فورم يا حبايبي هي واي ماينس واي 1 ايكوال ام اكس ماينس اكس 1، من ام يا حبايبي هي جريديان، مين واي 1 مين اكس 1 يا مستر؟ هي بوينت يا سيدي اون ذا لاين. ايه بوينت اون ذا لاين؟ ساتيسفاي ذا ايكويشن. ماشي يا حبايبي؟ شوف اكزامبل يا حبايبي بيج 89، عندنا ستريت لاين ال بصر ذا بوينت 0 اند 6 اند ذا جريديان نيجاتيف 2. حلو قوي، يبقى انا كوشن ستريت لاين مش عندي يا حبايبي، بس انا عندي بوينت وعندي جريديان. طب انا يا مستر اقدر اجيب الايكويشن؟ ايوه والله ضحكت عليك يا صاحبي وحبيبي كفاءه. يبقى واي ماينس واي 1 ام اكس ماينس اكس 1، مين الام؟ هي جريديان، مين اكس 1 واي 1 هي البوينت يا حبيب قلبي. ام سبستيوشن ارجوك، ها يبقى واي ماينس 6 فين 6؟ ما هي الواي ابن الناس اهي، ما دي واي 1 ودي اكس 1 يا حبيب قلبي، شايف دول؟ الزيرو هو اكس 1، 6 هي واي 1، ام هي جريديان نيجاتيف 2. اقعد كده خليك حب الماس الناس يحبك كده. اعمل سبستيوشن يا حبيب قلبي واعمل اكس باند عادي جدا، نيجاتيف 2 باي اكس ونيجاتيف 2 اكس. طبعا الفورمولا الجميل دي يا حبايبي هنعملها سمبليفاي. انت خليت بص يا رجاله، انت واي ايكوال نيجاتيف 2 اكس بلس 6. ليه ما كتبتهاش واي واكس ونمبر ايكوال 0؟ ما كتبتهاش 0 فورم يعني؟ اصل هو السؤال قال لك ايه؟ قال لك في انترسكشن بوينت، صح كده؟ قال لك انترسكشن ذا لاين وذا بريزن ديت از ذا بوينت بي، واحنا عاوزين بي. يبقى انا في دماغي اني هشتغل ايه؟ هشتغل سيمتينيوس، صح كده؟ شوف ازاي؟ انا قلت اجيب واي ايكوال يا بطل ابطال عشان اعمل ايه؟ حبيبي اعمل سبستيوشن على طول، يبقى تشيل الواي الجميله دي وتحط الايه الفاليو بتاعها اللي هي نيجاتيف 2 اكس بلس 6 يا حبايب القلب، واعمل الاكس باند بتاعك، يبقى دول عملت رجاله تاني. يبقى 5 اكس يا مستر زي ما هي، نيجاتيف 8 زي ما هي، نيجاتيف 15 زي ما هي، اللي حصل الواي يا بطل عملت سبستيوشن الواي نيجاتيف 2 6 بلس اكس، اعمل اكس باند عادي يا حبيب قلبي. يبقى نيجاتيف 8 باي نيجاتيف 2 16 اكس، نيجاتيف 8 باي 6 نيجاتيف 48، نيجاتيف 15 زي ما هي، اعمل سمبليفاي. 5 و 6 كام يا سيدي الناس؟ 2 1 اكس يا مستر حبيبي. 48 و 15 كام؟ 63، فرن هتعمل ايه بالبلس؟ اعمل ديفايدد باي 21. يبقى 63 ديفايدد 21 ايكوال كام؟ ايكوال 3. مين دي يا وحش؟ اكس ايكوال دي اكس يا مستر حبيبي. هو عاوز مين؟ عاوز البوينت، يعني عاوز اكس وعاوز ايه؟ واي. عوض فين يا مستر؟ عوض في ديت ولا في ديت؟ حبيب قلبي ما دي انترسكشن يا ساتسفايز ذا ايكويجن، يعني تنفع دي يا بطل تنفع ايه ديت؟ خد بقى دي عشان دي اسهل، خليك كده عمال. ها يبقى ريبليس اكس فور ايه؟ فور 3 يا بطل ابطال. يبقى نيجي 2 تايم 3 بلس 6 يكوال 0. يبقى البوينت كان بيدور عليها الراجل صاحبنا ده مين يا حبيب قلبي؟ الاكس ب 3 واي ب 0. اظن يا بيزو فيك يا حبايبي. وان مور اكزامبل حبايب القلب، اللي ذا كويجن في ستريت لاين ال بصر ذا بوينت 7 اي اند 5 اند 3 اند 3 از اكس بلس بي واي ماينس 12 يكوال ايه؟ 0. فاين ايه؟ طب يلا يا حبايب القلب، ها قول له جريدين اوف ال جريدين، ما انت عندك تو بوينتس واي بطل ابطال، مين فوق؟ الواي فوق يا مستر، فين الاكس؟ الاكس داون بارت، ها يبقى 5 ماينس 3 7 اي ماينس 3 8. طب لو عكست
قلت 3 ماينس 5 يبقى 3a ماينس 7a صح كده؟ يلا سيب مصر يحبها الكل. زي ما انت شايف 5 ماينس 3 2 7a ماينس 3a 4a بطل. نقدر نعمل سمبليفاي ديفايد 2 اب اند داون يبقى الجريدين بتاعنا 1 اوفر ايه 2a. الجريدين شكله رخم بس هنعمل ايه، هو ظروفه كده. اه والله يلا ها عشان الفورمه بتاعتك فاكرها y ماينس y1 جريدين x ماينس x1. اختار مين يا مستر؟ اختار البوينت دي ولا البوينت دي؟ اي واحده حب قلبي، اي واحده والله. ها انا اخترت دي، قلت يبقى ده y1 وده مين x1، يبقى y ماينس 3 جريدين 1 اوفر 2a x ماينس x1 يا بطل ابطال. هنعمل سمبليفاي زي الرجاله. شايف ال2 ديت انا هنا ملتبلاي، كاني عملت ملتبلاي 2 سايدز باي 2a، هيبقى 3a ملتبلاي 2a. والرايت سايد ده يا رجاله مع تايمز 2 تعمل كروس اوت مع ديت. ماشي حبايبي، بس انا اختصرت بسرعه يعني. هنعمل كده اكسباند يا حبايبي، يبقى 2 اي واي ماينس 6 اي وده تايمز 1 هيفضل زي ما هو. لكن نقدر نعمل ايه؟ عاوز الفورمه بتاعتي بقى خلي بالك، هو عاوز اكس بلس واي ماينس ايكوال 0 ايكوال ايه؟ 0. يبقى انا اكمل يا حبايبي، عملت سيمبليفاي بتاعتي يا رجاله 6 ماينس 3 اي، وهنا عندي 6a يا حبايبي، يبقى 3a و 6a كام مستر؟ يبقى عندي 3a بس تمام، و 2 نيجاتيف 2 واي هتفضل زي 100 والاكس زي 100. كده عملت سيم فورم يا حبايبي، هعمل ايه؟ هعمل كومبير للكوشن بتاعته هو، يبقى اكس زي ما هي كده انا مبسوط فعلا سيم فورم اهو. هعمل بقى كومبير، كام كومبير يا حبايبي؟ يبقى 3a يبقى مين؟ نيجاتيف 12 نيجاتيف 12، هعمل ديفايد 3 اقدر اجيب مين يا حبايبي؟ اقدر اجيب الاي، جبت الاي مستر. طب ما انا بعد اعمل كومبير، يبقى البي يكوال مين؟ البي يكوال نيجاتيف 2a، شيل الاي، احنا جبنا البي بكام بطل؟ بنيجاتيف 4، يبقى نيجاتيف 2 ملتبل بقى نيجاتيف 4 بكام؟ ب 8. اظن سهل يا حبايبي. وان مور اكزامبل يا حبايبي، بيج 92. هل ذا لاين واي يكوال 3 اكس ماينس 5 ميتس ذا اكس اكسس ذا بوينت ام؟ طب استنى استنى استنى، ميت اكس اكسس؟ اني بوينت يا رجاله على الاكس اكسس، ايه الفروه بتاعتها؟ حد يغششني، برافو، هي اكس وزيرو. يا سلام يا سلام يا سلام. يبقى نمسك الايكويشن ديت تعمل ايه؟ حط الواي بزيرو. مين الواي ده مثلا؟ ما هي قدامك ويعمل حاجه بايه؟ يبقى حط ده زيرو. والاكس بكام؟ ما اعرفش، بندور عنها يا حبايبي. صرف الايكويشن تبقى سهله عليك، هتجيب بالبلس و3 بالديفايدد، يبقى الاكس 5 اوفر 3، يبقى ام بطل 5 اوفر 3 ان زيرو. تمام يا مستر. قال لي سكند لاين ده يا سيدي الناس ميتس ايه؟ ميتس واي اكسس ات ذا بوينت ان. طب استنى استنى، ميت واي اكسس، انت حسيت واي اكسس يعني ايه؟ يعني زيرو واي او زيرو نمبر طبعا، الله يفتح عليك، يعني مين المره دي بزيرو؟ الاكس يا مستر والواي ستيل ذا سيم. يلا يا بطل ابطال اشتغل الكوشن كده بتاع كي جي 3، كنسل ده كده كروس اوت، يبقى الواي بكام؟ 2 اوفر 3، يبقى الان زيرو كام؟ 2 اوفر 3. ها؟ طب ما انا كده جبت مين يا حبايبي؟ جبت اللي ايه؟ ال 2 بوينتس. واقدر اجيب مين يا حبايبي؟ اقدر اجيب، ما انا اقدر اجيب يا حبايبي دلوقتي الجريد بتاع مين يا حبايبي؟ بتاع الستريت لاين بس ذا بوينت ام ان ان. تمام يا مستر، هنطبق الرول بتاعنا بقى، يبقى واي 1 ماينس واي 2 اكس 1 ماينس اكس 2 طلع كام يا حبايبي؟ طلع عندنا تشير الكمبيوتر الجيم بتاعتك بقى، قلنا عاملها بدايه بيني وبينك يعني، عامل كوست لمين؟ لل 3 2 اوفر 5، عامل الكمبيوتر مش قصه. طب يا مستر انا عايز اجيب ايه؟ كوشن في الستريت لاين بتاع الام ان، احنا جبنا جريد يا ابن الناس اهو. طب الكوشن واي، طب هتاخد انهي بوني يا مستر؟ هتاخد دي ولا دي؟ يا عم خد اللي تعجبك والله، دي صح ودي صح. ها انا اخترت الدون بار ديت، يبقى ده الواي 1 وده الاي اكس 1 يا حبايبي. ودي الجريدين يا بطل الابطال، يبقى ايه؟ واي ماينس 3 اوفر 2 ايكوال ذا جريدين اكس اوفر 5 اكس ماينس 0 اللي هو ده حب قلبي. ده مش سمبليفاي زي مستر، هنا 3 وهنا 5 صح؟ اعمل ملتبلاي ذا هول ثينج باي 15، برافو عليك، برافو. اي أيوة والله، عشان كنسل 3 وال 5 هتبقى واي تايمز 15 يديك 15 واي، 2 اوفر 3 ملتبلاي 15 هيديك 10 يا بطل، والنيجاتيف ذا سيم. ها نيجاتيف 2 اوفر 5 ملتبلاي 15 هيديك نيجاتيف 6. بعد كده يا حبايبي نقدر نعملها ان زيرو فورم زي ما كان عاوز كده، كان عاوز اي اكس بلس بي واي بلس سي، ده الفورم اللي كان عاوزها يا حبايبي. ننتقل لبوينت تاني يا حبايبي، نتكلم على البارل اندبنديكولار. او يا سيدي الناس عندك تو بارل ستريت لاينز، يبقى زير جريدينت ار ايكوال. لو بتكلم لو كانوا بيرنديكولار يبقى وان اوف ذيم يكون نيجاتيف 1 اوفر ذا اذر، يعني لو كان مثلا ام 1 ده جريدينت بتاعه 3 يبقى ام 2 نيجاتيف 1 اوفر 3، لو كان مثلا جريدينت 1 دوت 3 اوفر 5 يبقى ام 2 نيجاتيف 5 اوفر 3. ماشي يا حبايبي، اللي هو زير برودة ايكوال كام؟ ايكوال نيجاتيف 1. تعال نشوف اكزامبل يا حبايبي، عندنا بيقول عندي بوينتس A and C لاي اون واي اكسس وبوينت B لاي اون اكس اكسس اشون ان فيجر. قلت له فين الفيجر ده يا عم الحاج؟ قال لي ما تزعلش، هو الفيجر جاي اهو، ادي يا سيدي الفيجر بتاعنا زي ما حضرتك شايف، الـ A والـ C on Y axis، الـ B on X axis.
وقال لي ايه بطل الابطال بقى؟ قال لي خلي بالك ذا لاين ثرو اي اند بي اللي هو اللاين الجميل ده يحبها القلب ماله؟ بيرنديكولار تو ذا لاين بي اند سي. قلت له تمام. قال لي فاين سي اللي هي اسمه السي ديت. قلت له طب ما انت حليتها لي، انت قلت لهم ايه بيرنديكولار صح كده؟ خلاص يبقى انا هجيب مين؟ هجيب اسمي لو سميت ده ال1 هجيب جريديان اوف ال1. ما دي جاهزه عندي يا حبايبي يا حبايبي، هتقول لي 0 ماينس 4 نيجاتيف 3 ماينس 0 يبقى عندي شغل بالكالكوليتر او شغاله بايدك اللي يريحك. يبقى نيجاتيف 4 اوفر نيجاتيف 3 يبقى 4 اوفر 3 يا حبايب القلب. ده مين؟ جريديان ال1. طب ما انت قلت لي ال2 بيرمديكلر عليه صح؟ اه طب خلاص ما انا عارف ان ايه؟ ان ده البرودكت ايكوال نيجاتيف 1. او نعمل ريسبروك يا حبايبي، نحط نيجاتيف يعني تاني كانت 4 اوفر 3 يبقى دي نيجاتيف 3 اوفر ايه؟ 4. طيب احنا كده جبناها منين؟ من الروت بتاعنا. طب ما انا اقدر اشتغلها ايه؟ اشتغلها بالديفينيشن صح كده؟ يبقى جريدنت في ال2 ايكوال مين؟ ها بالرول يا حبايبي نيجاتيف 3 اوفر 4 بالديفينيشن سي ماينس 0 اوفر 0 ماينس نيجاتيف 3 يا حبايب القلب اللي هي 0 بلس 3 يعني. اقدر انقص ملتيبيكيشن يبقى سي ايكوال 3 ملتيبي نيجاتيف 3 اوفر 4 تبقى نيجاتيف 9 اوفر 4. اظن سهل يا حبايبي. ننتقل لبوينت تاني يا حبايبي لينكس ان اريا. الرول ده برضه يعني المفروض يكون فاميليار بالنسبه لك اللي هو اي ايكوال اكس 1 واي 1 بي ايكوال اكس 2 واي 2. يبقى اي بي نقصد ذا لينكس بتوين اي اند بي او ذا ديستنس بتوين اي اند بي اكس 1 ماينس اكس 2 باور 2 بلس واي 1 ماينس واي 2 اوفر 2. يعني ايه؟ عشان نفتكر كده مع بعض يبقى انسايد انسايد البرانتسيز دي ماينس لكن بتوين زين بلس يا حبايبي. يبقى جوه البراكتس او برانتسيز قول اللي يعجبك ماينس لكن بتوين زين ايه؟ بلس. وهنا في دايما باور 2 ماشي يا حبايبي. لو خدنا اكزامبل بسيط جدا يعني حاجه سيمبل كده اللي هي 605 بي 31 هتقول لي يبقى الاكسات مع بالبلدي كده الاكسات مع نفسها يا مستر بالماينس الوايز مع نفسها بالماينس بتوين ذيم ايه هنا بلس وهنا بورتو بورتو انت كده الله يفتح عليك. ها شوف بقى اكزامبل بقى بتاع الرجاله بقى ده حاجات يعني ايزي كده يا حبايبي بيس اوف كيك ديت. ها فيديو 101 يا حبايب القلب بيقول فان ايكويشن يا حبيبي فان ايكويشن في ستريت لاين بس ذا بوينتس كده التو بوينتس. طب ما انت ده كده جزء سهل قوي نشتغل الجزء الاول بعد كده ربنا يسهل بالباقي. تقول له انت مديني 2 بوينتس يبقى اجيب مين؟ اجيب الجريديان. ها يلا ساعدني بقى. يبقى الواي ابر بارت هيبقى 5 ماينس نيجاتيف 2 اللي هي 5 بلس 2 نيجاتيف 1 ماينس 4. امدع الكالكوليتر واعملها بايدك اللي يريحك. يبقى نيجاتيف 7 اوفر 8 اوفر 5. كلام جميل. جبنا مين؟ الجريديان. اخد البوينت يا مستر ولا اخد يا عم اللي يريحك اي بوينت تعجبك اشتغل عليها. هتقول لي واي ماينس 5 ماينس 7 اوفر 5 يبقى جريديان اكس ماينس 1. همس بالفاز زي الرجاله هعمل 5 ملتبلاي هنا وال7 هنا. شفت الحاجه الجميله دي؟ يبقى هعمل 5 في الناحيه دي يا حبيبي كان عملت ملتبلاي بوث سايدز باي 5 يا حبايب القلب. يبقى 5 5 ماينس 5 يبقى 5 5 ماينس 25 وهنا 7 ندخل هنا يبقى نيجاتيف 7 نيجاتيف 7 اكس. نقدر نعمل سمبليفاي يا حبايب القلب هتودي ال 7 اكس الناحيه الثانيه يبقى 7 اكس بلس 5 واي. هتخش 7 بالبلس يبقى نيجاتيف 25 بلس 7 نيجاتيف 18. نقول جبنا الايكويشن خلاص ان ذا فورم ديت. وقال ايه بقى؟ قال لي خلي بالك او بي سي ده انت خلاص كده عدينا منه. قال لي ذا لاين اللاين اللي جبنا ده ماله؟ كروس اكس اكسس ذا بوينت اي. طب ده كلام سليم. كروس اكس قلنا من شويه يا حبايبي وحط ليه واي بي 0 ليه؟ لان انت قلنا اكس اكسس يبقى الواي بي 0 والاكس بنمبر. ها وكروس الواي اكسس قد ايه؟ قلت له حبيبي يبقى ليه؟ يبقى الاكس هو اللي 0 والواي هو اللي نمبر. فين ايه الترينجل اي او بي؟ احنا كان عندنا الكوشن الجميله دي يا حبايب القلب. ها كده يا حبايبي جبنا كوشن في ستريت لاين عايزين بقى بوينت انترسكشن ويز دي اكسس. فلو احنا حطينا الواي بزيرو يا بطل في الكوشن الجميله دي تبقى دي كروس داوت يبقى دي 10 تروح بالبلس يا بطل ديفايدد 7 يبقى الاكس 18 اوفر 7. يبقى جبنا بطل بوينت اي اللي هي 18 اوفر 7 ان 0 اللي هي بوينت اون اكس اكسس فالاكس بنمبر واي هي اللي 0. طب لو عكسنا يا بطل الابطال حاطين اكس ب 0 يبقى ده اللي كروس داوت ودي 18 هتروح بالبلس و5 ديفايدد 5 يبقى 18 اوفر 5. يبقى عندي الاكس هي اللي 0 والواي النمبر البوينت دي اون واي اكسس. لو قسمنا الشكل الجميل دوت هتبقى دي البوينت ايه اون اكس اكسس دي البوينت بي اون واي اكسس ودي طبعا الاوريجن يا حبايب القلب. هنطبق رول ديسنس يا حبايبي بتوين تو بوينتس. هجيب الاو اي الاو 0 0 زي ما حضرتك عارف وادي الاي قدام حضرتك هنا اكس 1 ماينس اكس 2 واي 1 ماينس واي 2 باور 2 باور 2 ما تنساش وقلنا في برانتسيز ماينس وبتوين زين بلس يا حبايبي. بعيد الكلام ده عشان نحفظه. كان نطبق نفس الكلام على الاو بي يا حبايب القلب. كلام في سرك انا كنت عارف الانسر على طول. ليه بقى؟ اصل انت هنا الكوردينيت ده هو نفسه الديستنس والكوردينيت ده هو نفسه ايه؟ الديستنس. كنت عارف الانسر هم دول. بيني وبينك كنت عارف الانسر هو دول على طول. ليه يا حبايبي؟ اصل انا قاتل ايه؟ قاتل اكس اكسس. فيبقى الكوردينيت ده هو نفسه الديستنس بس لازم نطبق الرول عشان الايدكس اللي بيحب تطبيق الرولز بتاعته. هنطبق الرولز يا حبايبي لكن احنا بالفعل عارفين ان الكوردينيت هو نفسه مين؟ الديستنس ماشي يا حبايبي.
انطبر الريفترنج اللي حبها القلب هاف تايمز بيس تايمز هايت. طبعا ما عندي ينفع ده عندنا بيس ينفع ده هايت عشان بنرد انجل ترينجل يبقى تو ليجز هم بيس اند هايت يبقى هاف تايمز 18 اوفر 5 ملتبلايد اوفر 7 يطلع الرقم الايه الجميل دوت. اتمنى يا حبايب القلب يكون سهلت لكم الدنيا شويه. شكرا والى اللقاء في